الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذا الدرس الجديد واللي كيتعلقنا طبعا بالمغرب في عهد الموحدين، تميز في الهندسة المعمارية. طبعا القسم السادس الجديد، المرجع هو الجديد في الاجتماعيات. إذا نشرع على بركة الله. الهدف هو أتعرف تطور المعمار لدى الموحدين ومهنا ازدهرت في عصرهم، وأدرس شخصية فكرية موحدية. طبعا إذا أمهد لتعلماتي أو لتعلمي تجلى تميز الموحدين في الميدان المعماري سواء في المغرب أو في الأندلس. وفي عصرهم تطورت بعض المهن وعاشت طبعا شخصيات فكرية بارزة. كيف تطور المعمار لدى الموحدين؟ وما المهن التي ازدهرت في عهدهم؟ ثم كيف أدرس شخصية فكرية موحدية طبعا بارزة؟ هذا ما إذا عندنا الهدف هو تطور التعرف على تطور المعمار لدى الموحدين والمهن التي ازدهرت، ثم أدرس شخصية فكرية. إذا الآن نبدأ بالنشاط الأول. كبر الصورة مزيان. أنجز أنشطتي، أتعرف تطور المعمار الموحدي. طبعا صومعة الكتبيين وصومعة حسان والخيرلدة نعم. ألاحظ الصور، لاحظوا الوثيقة الأولى تمثل صومعة الكتبيين، ثم عندنا صومعة حسان، ثم صومعة الخيرلدة طبعا بإشبيلية إسبانيا، وطبعا هذه بالرباط، طبعا هذه بمراكش. إذا من خلال طبعا هاد الوثائق الثلاثة وهاد الجدول سنتعرف على طبعا صومعة الكتبيين، الموقع ديالها مراكش، الزاوية الشمالية الشرقية للمسجد. إذا المؤسس هو عبد المؤمن بن علي القومي سنة 1158. نعم لاحظوا، فهي طبعا مربعة الشكل، عندها مربعة الشكل، وطبعا ضلع الصومعة هو 12.80 متر. طبعا المواد البناء حجر غير مشذب مغطى بالطلاء الأملز، نعم عفوا. ثم تشبيكات المعين، عندنا أقواس، كتابة كوفية، وطبعا زليج. نعم هذا بالنسبة صومعة الكتبيين. الآن سننتقل إلى صومعة حسان. هيا طبعا الموقع هو الرباط، وسط الحائط الشمالي مقابل طبعا المحراب. مؤسس هو أبو يوسف يعقوب منصور سنة 1198. فهي مربعة الشكل، ضلع الصومعة 16.12 مترا. إذا الطول ديال الضلع ديالها يختلف عن طول الضلع ديال صومعة الكتبيين. طبعا المواد بناء الحجر المنحوت طبعا هي عندها تشبيكات معينة وأقواس بحال حيت الزخرفة مع الكتبيين، عندها عناصر مشتركة، أوجد اشتراك تشبيكات معين أقواس دابا هاد صومعة الخيرلدة الموجودة بإشبيلية طبعا الأندلس، الجانب الشمالي للمسجد، توجد في الجانب الشمالي للمسجد. أبو يوسف يعقوب منصور سنة 1184 هو المؤسس. تهي مربعة الشكل، لاحظوا تهي عندها مربعة الشكل، الضلع ديال الصومعة هو 14.85، فهو طبعا يختلف عن ضلع الصومعة ديال حسان، صومعة حسان، ثم ضلع صومعة الكتبيين. بنيت من الآجر طبعا، وتشبيكات عندها الزخرفة، تشبيكات المعين، وطبعا أقواس. إذا دابا سنرى واحد النص هو للاستزادة. تحقق هدف الموحدين من إقامة المباني الضخمة في كل من الصوامع الكتبيين وحسان وخيرلدة، وهي منارات يتجاوز علو 70 مترا طبعا، وتتوزع على الطريق الموحدية الواصلة بين مراكش وإشبيلية عبر رباط الفتح، هي الرباط. إنها تمثل نجاحا ثلاثيا، لأن لكل واحد منهما شخصيتها المميزة. نعم بعد قراءة النص وطبعا الجدول سنرى، نحاول نجاوب على الأسئلة. أستخلص مواقع الصوامع الثلاثة ومؤسس كل منها وتاريخ تأسيسها. طبعا عندنا في الجدول أقارن بينها من حيث الأبعاد،
مواد البناء، الزخرفة، وأبرز فيما تتشابه وفيما تختلف. نعم، سنحاول أن طبعا نقوم بمقارنة بين صومعة كتبيين، صومعة خيرال دا، وصومعة حسان، فنحدد طبعا التشابه، ثم أوجه التشابه، ثم أوجه الاختلاف، واستنتج مظاهر الإبداع الفني المعماري في الصوامع الثلاثة. سنرى ذلك. هل الإجابة؟ نعم الإجابة. نكبر الصورة مزيان. نعم، إذا موقع الصوامع الثلاثة ومؤسس كل منها وتاريخ تأسيسها. يطلبوا منا صومعة الكتبين حسب الجدول، طبعا معروفة في مراكش، الزاوية الشمالية الشرقية للمسجد. المؤسس هو عبد المؤمن بن علي القومي، وتاريخ التأسيس هو 1158 ميلادية. بالنسبة لصومعة حسان، طبعا الموجودة بالرباط وسط الحائط الشمالي مقابل المحراب، والمؤسس أبو يوسف يعقوب منصور، سنة 1198 ميلادية. هادشي استخرجناه من الجدول. صومعة خيرالدا إشبيلية طبعا الأندلس، الجانب الشمالي للمسجد. المؤسس هو كذلك أبو يوسف يعقوب منصور، سنة 1184. 1184 ننتقل طبعا إلى أوجه التشابه، أوجه الصلة بين الصوامع. الكتبيين والخيرالدا والحسان تتشابهوا في الأشكال المربعة طبعا، وفي الزخرفة عندهم تشبيكات المعين والأقواس. أما الاختلاف فطبعا في أضلاع الصومعات، كل صومعة لها ضلع يختلف عن الآخر، مختلفة. مواد البناء كذلك، كما قلنا قبيلة كيلة صخبة مثلا ديال الإشبيلية من الآجور، وكل وحدة ونعم من طبعا الحجر المنحوت، ووجود الزليج في صومعة الكتبيين. إذا هادو هما أوجه الاختلاف، هنا هما هادو. إذا أين يتجلى مظاهر الإبداع الفني المعماري في الصوامع الثلاث؟ هو إقامة، حسب النص، إقامة المباني الضخمة في كل من صوامع الكتبيين وحسان والخيرالدا، ومنارات تتجاوز علوها 70 مترا، ثم الزخرفة باستعمال شبكات معينة والأقواس. إذا هنا كيتجلى مظاهر الإبداع الفني، هو إقامة المباني الضخمة في كل من صوامع الكتبيين حسان خيرالدا، ثم منارات يتجاوز علوها 70 مترا، والزخرفة باستعمال شبكات معين والأقواس. دابا الآن سنمر إلى النشاط الثاني. أتعرف المهن التي ظهرت في عصر الموحدين. طبعا صناعة النسيج والكاغد. نعم، صناعة النسيج أولا. أقرأ الجدولين والنصين وألاحظ الرسم. إذا نوع المنسوجات التي تم نسجها، البرنس، يعني معطف من القماش، محاك من الجانب، ومفتوح من الوسط، وله قلم صوه. نعم، الدراع لباس للمرأة أو الرجل، والرجل من الصوفي، تمتد من الطوق إلى الصدر. نعم، الدراعة معروفة. المئزر أو الكاسة، المئزر ثوب يحيط بالجسم بالنسبة للنساء، والكاسة بالنسبة طبعا الرجال. البردة، قطعة طويلة من القماش الصوفي السميك لإكساء الأجسام خلال النهار واتخاذه غطاء أثناء طبعا الليل. إذا هذه نوع المنسوجات طبعا. ثم عندنا هنا جدول لبعض مناطق صنع الأقمشة، أين في عصر الموحدين. إذا نوع الأقمشة عندنا القطنية، الأقمشة القطنية مكان صنع تادلة، صوفيا سوس آسي الأطلس الغرب جبالة، والحرير في نفاس، وطبعا سبتة. إذا هذه الجداول مهمين، منهم عن سنتعرفنا على نوع المنسوجات، ثم نوع الأقمشة مع مكان الصنع. طبعا سنقرأ هذا النص. كان إنتاج الأقمشة في عصر الموحدين يعرف ازدهارا أكيدا، ولم يكن الإنتاج موجها للاستهلاك المحلي فحسب، يعني إضافة إلى الاستهلاك المحلي، إنما كذلك أيضا لاقتحام الأسواق الإفريقية. نعم، التجارة. ويرجع تنوع هذا الإنتاج ليس فقط إلى نوعية المواد الأولية المستعملة، والمستعملة الصوف، القطن، الكتان، الحرير، وإنما أيضا إلى دقة الصنع وإتقان العمل. إذا كاين هنا دقة الصنع وإتقان العمل، إضافة إلى استعمال نوعية المواد الأولية. أستخلص من الوثائق أنواع المنسوجات التي كان ينتجها المغرب في عصر الموحدين، أسمي المناطق المتخصصة في إنتاج كل من نوع الأقمشة والمواد الأولية المستخدمة، وأستنتج الهدف من صناعة الأقمشة والمستوى الذي بلغته في عصر الموحدين. نعم، سنرى من الوثائق أنواع المنسوجات. أعتذر، أنواع المنسوجات ها هي أنواع المنسوجات حسب النص. عندنا
التي كانت تجي المغرب في عاصمة واحدة، كاين البورنوس، الدراعة، المئزر، هذيك الكسا ماشي المشارك، كسا ثم البردة. المناطق المتخصصة في إنتاج كل نوع من الأقمشة عندنا تاد، لاسوس، أسفيل، أطلس، أطلس الغرب، جبالة، فاس، سبتة. إذا عندنا أنواع طبعا الأقمشة، عندنا القطن، الصوف، ثم عندنا الحرير. الهدف من صناعة الأقمشة، الهدف هو طبعا أبنائي، هو الهدف من صناعة الأقمشة إضافة إلى السياق المحلي هو اقتحام الأسواق الإفريقية. إذا إضافة هناك استهلاك محلي طبعا، وعاد اقتحام الأسواق الإفريقية، اقتحام الأسواق الإفريقية. الرواج والمستوى الذي بلغته طبعا في عصر الموحدين، تنوع طبعا بعدما كان تنوع الإنتاج، دقة الصنع وإتقان العمل، إذا عرفت ازدهارا كبيرا وتجلى طبعا في دقة طبعا الصنع، إتقان العمل، إتقان العمل. نعم، دابا الآن سنمر إلى صناعة الكاغيط. إضافة ازدهرت صناعة الكاغيط في فاس في عهد الموحدين، حيث وصلت أعداد مراكز إنتاج هذه المادة إلى 400 معمل أيام يعقوب منصور وابنه الناصر. والظاهر أن موقع هذه المعامل كان يعرف في فاس طبعا باسم الغادين، على مقربة من وادي الزيتون، وكانت سبتة تعد في طليعة مراكز إنتاج الكاغيط. هو قد كان المغرب والأندلس أهم طريق دخلت منها صناعة الكاغيط إلى أوروبا. نعم، إذا الأندلس والمغرب هما أهم طريق التي دخلت منها هذه صناعة الكاغيط. طبعا هاي رسم يمثل صناعة الكاغيط كما كانت تمارس في هذا. خصنا نعرفوا طبعا الكاغيط راه عندنا التعريف ديالو. استخرج من النص ما يدل على ازدهار صناعة الكاغيط في العصر الموحدي من خلال النص، هي يعني وصل اعداد مراكز انتاج هذه المادة الى 400 معمل. عندنا 400 معمل دليل على ان هناك ازدهار في صناعة الكاغيط. استنتج الدور الذي لعبه المغرب في هذه الصناعة على الصعيد العالمي، ما هو دور المغرب؟ طبعا كانت تعد في طليعة مراكز انتاج الكاغيط، ثم ان المغرب كان طبعا هو حلقة وصل، هو الذي الطريق اللي طبعا الذي يمر منه صناعة الكاغيط الى اوروبا. سنرى اذا من بين ما يدل على الازدهار هو مراكز انتاج كاغيط وصلت الى 400 معمل، والمغرب هو اول بلد اضافه طبعا الاندلس دخلت منه هذه الماده الى اوروبا. هنا النشاط الثالث، ادرس شخصيه فكريه موحديه بارزه. سيف ادريسي، ها هو طبعا هنا عطاونا تمثال نصفي للشريف ادريسي بسبته، داروا له تمثال. الشريف ادريسي هو محمد بن ادريس الحسني السبتي، ولد بسبته سنه 493 هجريه وتوفي سنه 560 هجريه، وانتهى من تاليف كتابه نزهه المشتاق في اختراق الافاق عام 548. الفه لامير صقليه جنوب ايطاليا روجرز الثاني نور المندي، وهو موسوعه جغرافيه دقيقه. نعم، الان سندرس شخصيه فكريه اللي هي كتعلق بالشريف ادريس اللي هو محمد بن ادريس الحسن السبتي. نعم، ها الكاغيط التعريف ديالو، اي الورق الصالح للكتابه وللف البضائع وغيرها. اذا هذا هو طبعا الكاغيط، هو طبعا صالح للكتابه وللف البضائع وغيرها. نعم، اذا قلنا نعود الى الشخصيه الفكريه. سنرى شنو نطلبوا منه هنايا. لدراسة طبعا حدود جدول منجزات السيد ادريسي، إذا ألف كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق وأهميتها، شرح الخرائط التي أنجزها، زار مجموعة من الأقطار في أوروبا وآسيا، إنجاز الخرائط التي وصفها في كتابه، أقام بسقلية لإعداد خريطة بطلب من أمير روجر الثاني، صنع الكرة الأرضية الفضية تمثيل العالم المعروف آنذاك. نعم، إذا كتعد مجموعة من الأعمال. هنا قال لك بطاقة منهجية لدراسة شخصية تاريخ، باش ندرسوا شخصية خصنا لابد من هذه العناصر الأربعة، الهوية الشخصية طبعا التاريخية، الصفات الخلقية والخلقية، المهام والوظائف، ثم إنجازاتها. إذا خصنا ضروري نضبطوا هذه العناصر هذه. إذا الهوية اسمها، لقبها قبيلة، تحديد الفترة التي عاش منها عاشها، أصله هو أمازيغي عربي، انتماءه الاجتماعي من الأشراف أم من عامة الشعب، ثم الصفات الخلقية، وصف هيئته الجسمانية والخلقية، طباعه ومؤهلاته، المهام والوظائف، المهام التي تقلدها خلال حياته، مدنية وش عسكرية اجتماعية، ثم الإنجاز دياله، تسميت بعض الأعمال التي خلفها، منشآت أو مؤلفات، منجزات سياسية أو فنية أو غير ذلك أو رياضية.
أدرس سيرة الحياة الشريف زايد باعتماد النص التاريخي والبطاقة المنهجية، وأحرر مقالة وأعرف فيها بهذه الشخصية الموحدية، وأستحضر هذه العناصر الأربعة. نعم سنقوم بذلك، التي سنقوم بذلك إن شاء الله في جدول الوصف. هاي هوية الشخصية طبعا، ده إذا هو محمد بن إدريس الحسن السبتي، طبعا ولد بسبتة سنة 493 هجرية وتوفي 560 هجرية. ينتمي أو انتماء من الأشراف، من مؤلفاته نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، وطبعا قام بإنجاز خريطة الكرة الأرضية طبعا للشريف الإدريسي. أتمنى أن تكون قد استفدتم تتم الأسئلة، سأقوم بها إن شاء الله في علبة الوصف.